قلنا هنا ونكرر أيضا من هنا بأن الأمة العربية بتعيش أسوأ فتراتها على الإطلاق. الأمة العربية الآن بينفرط عقد الدول العربية دولة دولة، دلوة دولة تلو الدولة الأخرى، وبنجد أن هناك طمسا للهوية العربية، وأن هناك صراعات وتناحرات بين القائمين على هذه الدول تحت وطأة الصراع الطائفي الذي تم زرعه بمعرفة الاستعمار. لبنان لم يضيع اليوم، لبنان ضاع منذ زمن بعيد. لبنان لم يكن هذا التفجير الضخم في مرفأ بيروت بهذا الشكل الدامي الشكل المؤلم لم يكن هو بداية المطاف، ولم يكن هو بداية الأزمة، وإنما كان نتاجا طبيعيا وواقعيا لواقع أليم عاشه كل اللبنانيون. ما جرى يا سادة في لبنان مرشح أن يحدث مرة أخرى في لبنان أيضا، ومرشح أن يحدث مرة أخرى في أكثر من عاصمة ومرفأ عربي، لأن الدول العربية الآن بتعيش مرحلة في أفضل التشبيهات أنها مرحلة توهان، توهان عربي غير مسبوق. العالم العربي وكأنه يعيش مرحلة سكر بلا خمر. العالم العربي بيضيع دولة دولة. فكرة القومية العربية باتت تراث، فكرة الأمة العربية باتت تراث. لا نتمترس هنا وراء قومية أو فكر قومي أو ما شابه، وإننا نتمترس على هوية. هويتنا العربية تلاشت وضاعت.